بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ النهارده ناخد الجزء الثاني عشر من لعبه جدول الضرب اللي احنا بنعملها بال HTML وال CSS والجافا سكريبت. طيب، اخر مره كنا احنا وصلنا للجزئيه ديت، لو احنا ضغطنا على F12 ورحت مفاتيح كنا شفنا ان احنا عملنا الانترفيس بالشكل ايه، بالشكل ده. تمام. طيب، عاوزين ان احنا نكتب كود جافا سكريبت هيبتدي يعمل انتر اكتيفيتي بتاع مين، بتاع الجيم ديت. فاحنا هنيجي هنا في فايل ونختار نيو، وهنيجي في جافا سكريبت هنا في الملفات بتاعتنا نختار جافا سكريبت فايل ونعمل له كرييت. تمام. وبعدين نعمله فايل وسيف، يعني نحفظ الملف دوت سيف داخل المجلد بتاع مين، بتاع جافا سكريبت، وهنسميه اور جيم. اور جيم. تمام كده. تمام. وهنضغط ايه، سيف عشان نحفظ. اصبح دلوقتي عندي اور جيم دوت جافا سكريبت. هنربط السكريبت دوت بملف الاندكس دوت اتش تي ام ال عن طريق جمله السكريبت. هنيجي هنا في اخر حاجه هنا في المنطقه ديت. تمام. اللي هي الديف، اللي هو اخر ديف عندك. تمام كده. اللي هو يعني خاص بمين، بالكونتينر بتاع مين، بتاع الجيم نفسه. تمام. وقبل ما البادي ينتهي واكتب كلمه ايه، سكريبت. سكريبت. تمام. وعشان اربط السكريبت اللي هو اور جيم دوت جافا سكريبت ده بصفحه اتش ام ال، هختار السورس دي، وفي السورس ده ثاني سورس، وفي السورس هبتدي اختار مجلد جافا سكريبت وهختار منه الاور جيم دوت جافا سكريبت ده بشكل دوت. وبعد كده هيبقى عندي كده السكريبت جاهز للشغل. تمام كده. تمام. هنا اللي حصل، انا ربطت الملف دوت باللينكس دوت اتش ام ال اللي هي هنا علشان ما اضطرش ان انا اكتب الكود جوه الصفحه، وتتحمل الانترفيس بتاعت الصفحه. تمام كده. وبعد كده يبتدي يتنفذ الجافا سكريبت ايه بتاعي. تمام. تمام كده. كنترول اس، وكده ربطنا الجافا سكريبت هنا بالملف بتاع الاندكس دوت اتش ام ال عن طريق جملتين السكريبت مع السورس. طيب، هنيجي هنا في الملف بتاع الجافا سكريبت نفسه. اللي انا عاوز اعمله دلوقتي ان انا عاوز اترجم الفلوت شارت ده، اللي هما الجزئيه ديت والجزئيه ديت اللي احنا كنا عملناهم اخر مره. عاوزين نترجم الفلوت شارت دوت الى مجموعه من الكومنتات، بحيث ان انا همشي على الكومنتات ديت واحده واحده وانا بفرمك. تمام. تمام. هنعملها ازاي؟ هنيجي هنا اول حاجه وهنقول له تو سلاشز، مش كده؟ وهبص هنا في الفلوت شارت، بسال سؤال: المستخدم ضغط على زر يبدا اللعبه او ريسيت اللعبه؟ هنقول له كده لو، بالعربي لو ضغطنا، ضغطنا، لو ضغطنا على زر، على زر ابدأ اللعبة، اللي هو نفسه زرار ريست اللعبة، ممكن يكون كده وممكن يكون كده، ست اللعبة. تمام كده. طيب، في الحالة ديت، تمام كده، بسأل سؤال، بسأل ايه سؤال اللي هو المستوى عندك هنا. هل المستخدم مازال يلعب؟ هل المستخدم مازال يلعب؟ تمام كده، مازال يلعب. تمام. طيب، لو كنا بنلعب، عندي اجابتين هنا، لو نعم لو نعم. تمام كده. هنعمل تحميل للصفحة. هنعمل تحميل ليه الصفحة؟ هنحمل الصفحة من جديد. طيب، لو لا، المستخدم ما بيلعبش، لو لا. تمام كده. يبقى في الحالة ديت هنزل صندوق العداد اللي هو التايمر، يظهر صندوق العداد اللي هو التايمر، تايمر
تمام كده، وكمان هنقلل الزمن بمقدار ثانية واحدة في نفس المستوى دوت. هنقول له قلل الزمن بمقدار ثانية واحدة، تمام. وبعدين هنسأل السؤال دلوقتي برضو، لو انت بتقلل الزمن بمقدار واحد ثانية واحدة في الحتة دي، تمام كده، هل الوقت لسه معاك وقت؟ يعني في وقت؟ هل ما زال هناك وقت؟ يعني العدد لسه شغال، ما انتهاش الوقت. طيب لو الإجابة بصح، نعم أنا هكمل اللعب، ولا كمل اللعب، ولا معناها انهي اللعبة، تمام كده. ومن ضمن الإجراءات برضو هنا في الحتة دي، ان انا هغير عنوان الزرار الى ريست اللعبة، هغير عنوان الزرار الى ريست، بدل ما هو ابدا اللعبة عبر ريست اللعبة، تمام كده. طيب يبقى احنا ماشيين كده اهوت، لو نعم لو لا، تمام، لحد ما وصلنا لحد ايه، تغيير الزرار الى ست اللعبة. وكمان هنولد اسئله واجوبه، هنولد اسئله ايه واجوبه، يعني في نفس المستوى دوت هنعمل توليد ولد اسئله واجوبه، تمام، واضغط انتر. طيب لو انا بقى دخلت على الفلوت شارت اللي هو التاني اللي هو ده، فانا برضو بشوف اذا كان المستخدم ضغط على صندوق من صناديق الاجابه، يبقى باجي هنا سوري في المكان دوت اللي هو طبعا في نفس المستوى بتاع الضغط على ازاله ابدا اللعبه في الحته دي. مثلا هل المستخدم ضغط على زر من أزرار الإجابة، تمام كده. طيب في حالة إن حصل سؤال، هل المستخدم برضه بيلعب؟ يعني نفس ال دي كنترول سي، حطها ايه نفسها هنا كنترول ايه، يعني كأني بسأل هل المستخدم ما زال يلعب؟ طبعا العربي اصلا بيتعب في الكتابة، مسافة لازم تاخد مسافات وتاخد تابات عشان يبتدي يشتغل معاك ايه صح. هل المستخدم ما زال يلعب؟ تمام كده. اذا كان الاجابة بنعم، ما تاخدش اكشن، مش هتعمل حاجة، تمام كده. وبعد كده اذا كان الاجابه بلا، يعني ما تاخدش اكشن، يعني هو لسه بالذات بيلعب. اذا كانت الاجابه بنعم في الحاله ديت، يعني انا هنا بسأل سؤال تاني، هل الاجابه صحيحه؟ هل الاجابه صحيحه؟ الإجابة صحيحة، تمام. هل الإجابة صحيحة؟ إذا كانت الإجابة صحيحة نعم،
في الحالة ديت زود النتيجة بمقدار واحد، زود الإجابة بمقدار واحد، مقدار واحد، زود النتيجة مش الإجابة، زود النتيجة، يعني هو جاوب إجابة صحيحة، زود النتيجة نتيجة بمقدار واحد، بمقدار واحد، تمام كده، زود النتيجة بمقدار واحد، انزل مربع الإجابة صحيحة لمدة ثانية، هنظهر مربع الإجابة اللي هي صح، يعني الإجابة صحيحة، صحيحة لمدة ثانية، لمدة ثانية، احنا كده بنفكر مع بعضينا وبنترجم الفلو شارت اللي احنا عاملينه، تمام كده؟ طيب، وبعد كده ولد لي أسئلة جديدة، ولد أسئلة جديدة، طبعا مع إجابة، مع الإجابة، مش أنت اللي هتجاوب، يعني يديك هو السؤال والإجابات اللي هي تحتين أنت مختار تختار منها، طيب، وإذا كانت الإجابة لأ، إن هو ما يعني ما جاوبش إجابة صحيحة، لأ، تمام كده، يبقى في الحالة ديت يا جماعة هيظهر صندوق حاول مرة أخرى لمدة ثانية، يبقى أظهر صندوق حاول مرة أخرى لمدة إيه؟ لمدة ثانية، طبعا مع إيه؟ مع الكشف على العداد، العداد شغال ولا إيه؟ ولا لأ؟ ده بالظبط الكومنتنج او الملاحظات اللي انت هتبتدي تشتغل عليها، واللي هي مقابله لمين؟ للفلوت شارت دوت بالشكل ده، بعد ما فلوت شارت اقعد ابص عليه، لا ده انا وانا شغال هنا عملت كومنتنج للفلوت شارت بحيث ان هو يمشي مع البرمجه اللي انا عاوز ايه اعملها. بكده نكون خلصنا الجزئيه ديت، وان شاء الله مش هتاخر عليكم المره الجايه باذن الله عشان نبتدي نخش في الكودنج بتاع الجافا سكريبت مره ثانيه. اذا عجبك الفيديو تعمل كومنت لايك شير ليه، واذا عجبتك القناه تعمل سبسكرايب داخل القناه، وبشكر كل الناس اللي عملوا اشتراك داخل القناه، وبشكر المشاهدات الكويسه اللي ظهرت على القناه الفتره اللي فاتت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.